لاعبين والسافرو واش مازال برنامج الرحله معطيات على هذه المقابله المهمه للغايه. بركان راه ما لعبوش في هذا الويكاند هذا فضل انهم كانت عندهم مباراه مع احد الانديه للعبة قاريا، امر اللي فرض انه تاجيل ديال المقابله ويمشيو دابا على خاطرهم باش يلعبوا كونتر الاهلي في ظروف خاصه ديال الكوفيد وفي حجر صحي مفروض من الكاف وايضا من السلطات الصحيه في الدوحه القطريه. جديد نهضه بركانيه في رحله ديالو البحث على اول لقب في السوبر الافريقي والاضافه ديالو للخزينه امام فريق من عمالقه الكره الافريقيه فريق الاهلي المصري. اكيد غادي نحاولوا ان شاء الله ان نتكلموا على فريق النظريه ديال بركانيه والرحله ديالو لقطر من اجل الدفاع عن قميص الرايه الوطنيه وكذلك فريق النهضه الرياضيه البركانيه. الجماهير المغربيه والجماهير البركانيه بالخصوص كلشي كينتظر المباراه ديال فريق النهضه البركانيه، مباراه مهمه عندها قيمه كبيره بالنسبه للكره المغربيه وخاصه البركانيه لانها كتعتبر اول مباراه من هذا الحجم بالنسبه لفريق النهضه البركانيه. واما فريق كما جاء في المقدمه ديالك اللي ماشي فريق ساهل، هو فريق عملاق، فريق كبير، اي نادي افريقي كيتمنى يواجه فريق الاهلي المصري، فما بالك انك تلعب معاه مباراه ديال السوبر الافريقي. اي انتصار ولقب فغادي يخليك انك ترجع للسكه الصحيحه، يعني يقدر يرفع لك المورال 100%. وكنعرفوا النتائج اللي ما كانتش يعني مزيانه بالنسبه لفريق النهضه البركانيه هذا الموسم هذا، ممكن انها تكون انطلاقه بالنسبه لفريق النهضه البركانيه، لان دائما كانت كتطرح السؤال بالنسبه للاعبين فوقاش لعبوا السوبر، فوقاش لعبوا السوبر، يعني نقدروا نقولوا حتى التركيز شويه كان يمشي بزاف لهذا الكاس هذا اللقب هذا، لان كلشي باغي يظهر بوجه الطبيعي ديالو، كلشي باغي يبين في هذه المباراه. يعني كتبقى قبل كل شيء هي مباراه ديال اللاعبين، الامل ديال الجماهير البركانيه فهو امل في اللاعبين باش على انهم يلعبوا الكره ديالهم اللي معروفه، خاصه ان جل العناصر فهي عندها تجربه على مستوى الكره الافريقيه، وخاصه اللاعبين اللي واجهوا انديه بحال هذه. كتكلموا على لاعبين مثلا ياجور، محسن، كذلك حدراف، اسماء العروبي، بالاضافه العربي عزيز، اسماء اللي لعبت كذلك مشاركات افريقيه كثيره. فنمشيو دابا للبرنامج ديال فريق النهضه البركانيه والرحله ديالو. كانت انطلقت الرحله بالنسبه لفريق النهضه البركانيه من مدينه بركان فك البارح، فكان اتجاه الدار البيضاء، كان المبيت في الدار البيضاء، على انه الانطلاق اليوم فكان على الساعه تقريبا 2:40 دقيقه اتجاه قطر. الرحله اللي غادي تدوم تقريبا واحد 8 سوايع قل 10 دقائق، من بعد فغادي يوصلوا وغادي يبدا بروغرام جديد. فهنا حديث عن الحجر الصحي، نتكلموا على ان دايرين كما كيسموها فقاعه رياضيه طبيه اللي غادي يدوز فيها واحد المرحله فريق النهضه البركانيه، وغادي يبقاو يعني في واحد المكان اللي ما غاديش يغادروا نهائيا هذا المكان هذا، ياكلوا فيه، يدربوا فيه، ينعسوا فيه، وفي نفس الوقت حتى واحد ما يدخل عندهم لا هما لا فريق الاهلي، يعني كيبقى غادي تكون يعني هذه المرحله ديال الاستعداد للمباراه مرحله اللي غادي تكون مغلقه بالنسبه لكلا الفريقين. شوف تلاغي انا الامنيات ديالنا كاملين ان بركان تخلي مورا الظهر ديال النتائج الماضيه، حتى هذا ماتش سبيسيال، ماتش بوحدو ما عنده علاقه، وكنظن ان بعض النقاط اللي ما كيتكلموش عليها بزاف المتابعين فابار سيتياسيون اكتويال ديال بركان، ولكن عندهم لاعبين عندهم خبرات في الافريق في هذه المسابقات وعارفين ان كاين اختلاف في الماتش الاخير في البطوله ديال بركان مع هذا الماتش مع الاهلي، شيء اخر يختلف تماما. فعلا ايوب هذه هي المقدمه اللي بديت بها انا وكنركز عليها لانني قريب اللاعبين، تكلمت مع اللاعبين وحتى الفتره اللي كانت من قبل فاللاعبين كانوا يتكلموا بشكل كثير على هذه المباراه هذه، ويعني باغيين يلعبوا عليها هما كاسماء، كنعرفوا بان اي لاعب كيتمنى انه يكون حاضر في تظاهره كبيره بحال هذه، نقل في المستوى كبير، يعني متابعه كبيره، كيكون عيون، كنعرفوا لاعبين اللي كيبحثوا لحس العون حتى هما الارزاق ديالهم، يعني كل واحد باغي يبين وباغي كذلك يضيف واحد اللقب في الخزينه ديالو، وخاصه ان لاعبين كما قلت انت كبار، اللاعبين اللي غادي نذكروهم اللي غاديين في الرحله 20 لاعب، هنا نتكلم على شكون الغيابات، نحددوا حتى الغيابات تلاغي. فعلا 20 لاعب غير معتمده، من تكلمت على الغيابات فلاول مره فريق النهضه البركانيه يعني بالنسبه للطاقم التقني كيبقى اختيارات، يعني لاعبين اللي غايبين عن طريق اختيارات تقنيه فقط، لاول مره جميع لاعبي فريق النهضه البركانيه ما كاين لا انذارات لا اوراق صفراء لا حمراء ولا اصابات، هذا معطى مزيان بالنسبه لفريق النهضه البركانيه، ما شفناهش تقريبا دير 4 شهور واكثر بالنسبه لفريق النهضه البركانيه، دائما كان غياب غيابان، وصلت حتى لثمانيه الغيابات بدايه الاصابه، لكن الان غادي بالمجموعه كامله متكامله. ف
فقط كاين بعض الاسماء اللي ما غاش تكون في المباراه لان باش نحطك في المعطى ونحط المستمعين راديو مارس. فريق النهضه بركانيا فكانوا طلبوا 23 لاعب والاهلي المصري طلبوا 25، لكن في اخر المطاف فهم ردوا عليهم فقط 18 لاعب. لما هما طلبوا 23 والاخرين 25 فزادوا لهم جوج فاعطوهم 20 لاعب فقط اللي ممكن انهم يكونوا في اللائحه ديال يعني هاد المباراه هذه. واللي غادي نذكرهم بالاسماء التاليه، اسماء محفوظه كيعرفها الجماهير المغربيه، اسماء ديال الخبره يعني مشى مباشره بيدرو بن علي يعني عند الاسماء اللي عندها تجربه كبيره. كنتكلموا على ثلاثه الحراس فهو فضل يزيد حارس اللي هو امين الوعد، لكن بالاضافه لحمزه حمياني زهير العروبي، وغادي نعرفوا بان العروبي هو اللي غادي يكون في التشكيل الرسمي ديال المباراه. كاين النمساوي عمر، كاين العربي الناجي، كاين كروج زايد، كاين بكر الهلالي، كاين زغودي يوسف، كاين مقدم اسماعيل، كاين العشير حماده، كاين يوسف دايو، يوسف دايو، كاين عزيز محمد، كاين فرحان محمد، كاين الان طراوري، وكاين حدرف زكريا، امين الكاس، الركراكي حمزه، بعدي عبد الكريم، البحراوي ابراهيم، ومحسن ياجور. هذه اسماء ايوب كنعرفوها مزيان وكتعرف افريقيا مزيان، فهو فضل على انه هاد العشرين هي اللي ذكرتها دابا. وشكون اللي خلاه في بركان؟ شكون اللي خلاهم في بركان الاسباب التقنيه؟ خلاه الشيخ جبريل وطره، خلاه بن طرشه، بالاضافه الاسماء الشابه اللي كانت مسجله في المباراه واللي تابعناها في المباراه ديال كوتون سبورت. تقريبا اغلبيه الاسماء اللي كانت لعبت سته او سبعه الاسماء فهي بقات، هو ركز على الاسماء اللي عندها تجربه. لما كنذكروا اسم باسم فاذا مشينا للخط ديال الدفاع فيه النمساوي، فيه عزيز، فيه بعدي، فيه دايو، فيه كذلك حمزه الركركي واسماعيل مخدم، اسماء اللي كنعرفوها مزيان. خط الوسط فيه بكر الهلالي، فيه العربي الناجي، فيه فرحان، فيه الان تراوري، وفيه زيد كروش. والهجوم كذلك اسماء اللي معروفه، حمد العشير، زغودي، حدراف، بالاضافه لمحسن ياجور والبحراوي، امين الكاس كذلك في وسط الميدان. اسماء اللي باغي تلعب على القميص ديال فريق النهضه البركانيه والكره المغربيه، باغي تلعب على السميه ديالها، يعني عندنا الامل على انهم يلعبوا مباراه كبيره ويشرفوا الكره المغربيه بصفه عامه والكره البركانيه بصفه خاصه. لان اسماء اللي نشوفوا ايوب اسماء مزيانه، يعني فقط خصهم يلعبوا بالروح والكرينطا ديالهم وممكن يحققوا الاهم. فريق الاهلي فريق كبير، ولكن المباريات بحال هذه اللي كتلعب على جزئيات بسيطه، مباراه اللي تلعب الكل الكل، بعد ما خسروا يلعبوا المباراه ديالهم بشرف وممكن يرجعوا لما لا بانتصار. الوصول في العشيه هي كتلاغي الوصول طبعا 8 السوايع يعني من 42-3 يعني زيد عليها 8 السوايع غادي يكونوا وصلوا في المساء. وبالتالي غادي يبداوا البرنامج ديالهم. طبعا غادي نكونوا في تواصل يوميا، يكون مراسلات ويكون عندنا تصريحات ونعرفوا البروغرام لما يوصلوا. بالنسبه لفريق النهضه البركانيه كنت تكلمت على واحد النقطه ديال الجماهير فعلا اللي حدثها في اخر لحظه، لان توصلوا بها الانديه بانه غادي يكون جمهور، فما تعمدوا يخليهم اخر لحظه. لان علاش حتى ملي تكلمنا على الجمهور؟ لان كثير اسئله كيصيفطوها لي الجماهير البركانيه خاصه اللي باغي يلتحقوا باش يتابعوا هاد المباراه. كتبقى صعوبه كثيره ايوب باش انك تتابع، فقط على الناس اللي في قطر حتى هما طالبين تكون داير الفاكسان بالجرعات بزوج ولا تيست كوفيد يكون ما بعد كنضر الجرعات، يعني صعب انك ديبلاصه من هنا، امور صعيبه بزاف. فعلا ايوب هذه اللي بغيت نوضح، صعيب على انك ديبلاصه، ولا ديبلاصي خصك الفتره ديال الحجر اللي كيديروها في احد الفنادق الحكوميه المصنفه يعني اللي كيطلبوها هما. اما الحضور الجماهيري اللي تكلموا عليه فهنا رساله، يعني كنعرفوا بان عندنا متتبعين حتى في قطر فهما اللي ممكن انهم يحضروا، وكنعرفوا انه الجماهير المغربيه وجاليه مغربيه كثيره كتواجد في قطر هي اللي ممكن انها تحضر في المباراه وتشجع فريق النهضه البركانيه وتكون رقم واحد في المدرجات بالنسبه لفريق النهضه البركانيه. ونفس الشيء كنعرفوا حتى الجاليه المصريه حاضره بقوه في قطر، ممكن اننا نشوفوا هذه النسبه ديال الجماهير اللي تعطي واحد الدفء بالنسبه للمدرجات، خاصه حنا اللي كيهمنا هو الجمهور المغربي وفريق النهضه الرياضيه البركانيه. المعنويات مرتفعه، الامور مزيانه، تشكيله كامله متكامله، فقط ايوب ما بقى لي ما لا الا اننا نشرفوا الكره المغربيه وقميص النهضه البركانيه في هذه المباراه الهامه ديال كاس السوبر. شكرا لك صديقنا التلاغي، ونتمنوا ان شاء الله يكون لقب السوبر مغربي المره الخامسه بعد 2000 الراجع مع افريكا سبور، وانتصار راجع بجوج الزيرو في المقابله اللي كان ماركه فيها كل من المباركي وارمومن، لقب الثاني في 2011، لقب ديال فريق المغرب الفاسي من ملعب راتس امام الترجي، هدف بورزوق وضربات ترجيح وتتويج ديال فريق الماس. 2017 وتلعبش 2018 ابخي
الوداد الرياضي مع تي بي مازيمبي 1-0 الوداد البيت من كوفرو جميله ديال اللاعب امين تيغازوي. واللقب الرابع كان في الدوحه بين الرجاء والترجي 2-1 واهداف ايضا اللي كانت جميله من الحفيظي وبدر بانون. نتمنوا ان شاء الله اللقب الخامس الانديه المغربيه يكون يوم الجمعه مع الخمسه الفريق نهضه بركانيه امام فريق ليس بالسهل اللي هو فريق الاهلي المصري. ابراهيم البحراوي كان ضمن البعثة ديال 20 لاعب اللي غدا للقطر اللي غادي يبقى في الطريق. نتمنوا ان شاء الله طريق سلامه. قبل ما يسافر تكلم على هذه المباراه. المقابله غتكون كبيره وكل شيء كيطمح يلعب في المسيره الكرويه ديالو ان شاء الله. الفريق ديالنا الحمد لله كدوز واحد الاستعدادات خاصه صراحه الله، يعني كنحس بواحد التحفيزات و يعني اللاعبين غادي يديروا ماشي غير الجهد ديالهم اكثر نحققوا هذا اللقب اللي كتنتظروا الجماهير البركانيه. وحنا كنا عازما كنا تفاؤل بالخير غادي نمشيو لقطر نتقاتلوا على ذاك اللقب نجيبونه ديال الجماهير المغربيه ان شاء الله.